شعب مصر، لنحيي ثورة مصر، لنحيي مصر العظيمة التي تقف في وجه الطغيان وتقف في وجه الظلم، تقف في وجه مافية مبارك ومن والاه. فالتحية لشعب مصر، التحية للمرابطين المجاهدين في ميدان التحرير وفي كل أرض مصر، أرض العروبة، أرض الإسلام، أرض الحرية. التحية لأحفاد عمرو بن العاص، التحية لهؤلاء الذين يطلقون قطار الحرية والنهضة. لقد انطلق قطار الحرية والنهضة من تونس، وهو اليوم يتزود بطاقة عظيمة في مصر لينطلق إلى أرجاء العروبة والإسلام، يحررها ويحرك التاريخ الذي توقفت عجلته من وراء الطغيان والجبروت. وفي العاصمة التركية أنقرة أقر، وقد أدى المتظاهرون صلاة الغائب على أرواح من وصفوهم بشهداء الحرية، ودعوا الشعب المصري إلى الاستمرار في التظاهر حتى إسقاط ما أسموه النظام الدكتاتوري العميد. أما في إيران فقد خرج آلاف إلى شوارع طهران في مظاهرة مؤيدة لانتفاضة المصريين المطالبين بسقوط نظام الرئيس حسني مبارك. وبدأت التظاهرة الحاشدة بمسيرة انطلقت من أمام أحد المساجد بعد أداء صلاة الجمعة، وردد المشاركون فيها هتافات مناوئة للنظام المصري الذي اتهموه بالعمالة لإسرائيل، وقالوا إن سقوطه وشك. كما قام بعض المحتجين بحرق صور للرئيس المصري. أما في جنوب إفريقيا فقد تظاهر مئات بينهم من هم من جنسية عربية وإسلامية في العاصمة كيب تاون دعما للمتظاهرين في المدن المصرية، وندد المتظاهرون بما يتعرض له المحتجون في ميدان التحرير وسط القاهرة، كما رفعوا شعارات تدين استخدام العنف ضد المتظاهرين والصحفيين، وطالبوا بالضغط على السلطات المصرية لوقف أعمال العنف وتحقيق مطالب المحتجين، ورددوا شعارات تندد بالسلطات المصرية.